هذه هي الدار ديال داك ولدك اللي قلتي ليا هذاك اللي مشيتي تلقى صافي اسكت مشيت تما سير وخليت ديك اسكت اجي هو كيفاش تخدم عنده هنا وهذا سر ما باغي حتى شي واحد يعرفه باللي انت خدام هنا لا باللي فريد راه ولدي وعلاش اخويا تنكر علاش ايوا اش غادي نقول لك هذه مشاكل عائليه خصني نحسمها انا بوحدي واش فيها زعما الا مشيت عنده انا وقلت ليه هادشي كله لا 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 ما انا عارف ما تقول له شيء لانك عزيز عليا وعندي فيك الثقه عرفتي انت من نهار شفتك بحال نقطه ديال العسل في قلبي سبحان الله صح بلا ما نحلف لك هي غادي تخطب ليا رانيا هو صافي بدل صعيب اخرى الله يرضي عليك ولا نخطبها من بوها صافي فريد وبركه صافي اشنو هاد الصداع Mm-hmm.